تشارك هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض سوق السفر العربي 2022 والذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار مستقبل السفر والسياحة الدولي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي السيدة فاطمة الصيرفي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. أهلا بك في نشرة الأخبار. ما هي الأهداف المرجوة من مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالمعرض؟ مساكم الله بالخير وشاكرة لكم الاستضافة على تلفزيون البحرين. طبعا الهدف الأساسي من مشاركة الهيئة في سوق السفر العربي هو تعزيز دور مملكة البحرين في القطاع السياحي والترويج للبحرين كوجهة سياحية مفضلة لدى السياح. نعم. والهيئة كذلك لها دور أساسي أيضا في الترويج للعروض والتجارب السياحية بالمملكة لوكلاء السفر المتواجدين في المعرض بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للسياحة اللي أطلقناها في نوفمبر العام الماضي. أما بالنسبة لعدد الشركات السياحية والفنادق المشاركة في معرض سوق السفر العربي هي 21 جهة سياحية شاملة ناقلتنا الوطنية طيران الخليج وسلسلة من الفنادق الدولية، وإحنا فخورين جدا بأن جناح مملكة البحرين أحد أكبر الأجنحة المشاركة في المعرض ومن الأجنحة اللي شهدنا فيها إقبال كبير من خلال الجهود الترويجية اللي نسقت لها الهيئة مع المشاركين. نعم سيدة فاطمة، يعني تحدثت عن أهمية أو الأهداف المرجوة من هذه يعني من هذه المشاركة، ولكن لو تحدثنا ما هي أهم يعني المنتجات التي تم عرضها أو ما هي الاستراتيجية؟ هل تم عرض الاستراتيجية السياحية من خلال هذا المعرض؟ طبعا احنا الاستراتيجية السياحية نعرضها من خلال هذا المعرض ومن خلال المعارض الأخرى اللي تشارك فيها هيئة البحرين للسياحة والمعارض. ويمكن إذا بنتكلم أيضا عن الأثر الإيجابي لتواجد البحرين في مثل هذه المحافل، نعم، نشوف أن المشاركة للهيئة في هذه الفعاليات الدولية هو تعريف بالمناطق السياحية في مملكة البحرين المتميزة اللي تبرز الهوية البحرينية للسائح ومن ثم تجعل منطقة جذب سياحي إقليمي ودولي. وطبعا ذلك يأتي تأكيدا لتحقيق الأهداف اللي تم الإعلان عنها في استراتيجية البحرين السياحية اللي منها زيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين وزيادة عدد السياح كذلك. نعم السيدة فاطمة الصيرفي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.